يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. بتبتدي معانا اسبوع جديد وبتبتدي معانا حلقه جديده طبعا والسادسه، وعشان ما عندناش وقت عشان ما بين بيراميدز وما بين سموحه 48 ساعه او يومين يعني، فالحقيقه محتاجين نعدي بسرعه ونجري بسرعه مع حضراتكم. وكمان مهم جدا نتكلم على ماتشات اوروبا اللي بتقدم لنا مش بس وجبه كرويه دسمه، لكن الحقيقه بتقدم لنا دروس كتير جدا. بدايه خليني اقف مع بيراميدز، مباراه تسايدها النادي الاهلي من البدايه للنهايه، واعتقد على الرغم ان احنا فقدنا فيها نقطتين مهمين جدا في سباق وفي صراع المنافسه على صداره الدوري، لكن فيها الحقيقه دروس مستفاده اعتقد انها ليها قيمه كبيره جدا في بقيه المشوار. واعتقد يمكن يكون واحد من اهم الدروس دي ان التركيز في كل ماتشات النادي الاهلي اللي جايه يتقاس بالثانيه، ثانيه واحده ممكن تكون فارقه وتقلب نتيجه مباراه. ده بيتهيالي واحد من اهم الدروس. واعتقد انه الدرس الثاني اللي لا يقل اهميه عن الدرس الاول هو انه اللي تعرف ديته اقتله. الماتشات اللي تبان لك انها انتهت او انها سهله رغم انه متبقي فيها وقت كتير، مش مفترض انك انت تركز فيها في التوقيت ده تحديدا على الناحيه الاستعراضيه او على ناحيه الاداء، وكل فرصه بتجيلك محتاج تتعامل معاها كانه اول هدف بتسجله. يمكن ما كانش يومنا ويمكن كان التوفيق مش حليف فرقتنا، لكن الحقيقه مباراه قدم فيها النادي الاهلي عرض قوي جدا يطمننا ان شاء الله باذن الله على اللي جاي. وخلينا نقول كده ان هما نقطتين اتنشلوا من جيب النادي الاهلي. على كل الاحوال هنتكلم في ماتش بيراميدز، والاهم طبعا ماتش سموحه بكره اللي منتظرين فيه ان شاء الله باذن الله اداء ونتيجه كويسه باذن الله.